انطلقت اليوم بمدارس التعليم العام اختبارات الفصل الدراسي الأول في مختلف مناطق ومحافظات المملكة. وأدى نحو 6 ملايين طالب وطالبة اختباراتهم وسط استعدادات وإمكانيات مادية وبشرية لتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب. وبذلت الإدارات العامة للتعليم خلال الأيام الماضية جهودا كبيرة وزيارات ميدانية لتجهيز المدارس لاستقبال الطلاب وتقديم الدعم اللازم للمعلمين والمعلمات وقادة وقائدات المدارس، كما أعدت جملة من الإرشادات التوعوية لتوفير المناخ النفسي الملائم للطلاب والطالبات وتبصيرهم بطرق الاستذكار الجيد وعلاج المشكلات والصعوبات التي تعترضهم.